ويوم أمس استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استقبل في الرياض ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس. وتهم الرسالة الملكية التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية إلى جانب مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.